زعما صراحة للأسف رجل اللي يعني خدم كرة قدم إفريقية، واليوم تنشوفوا هذا القرار اللي جا زعما جا في التوقيت اللي غير مناسب بالنسبة لنا، لأنه وليد من 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 الدعامات وهو القائد ديال هذه المجموعة. تنظن أنايا بالنسبة لنا كان مر ما قبلناش، ولكن الوليدات ديالو جاوبوا في الملعب، وهذا غيكون تحدي لنا كلنا ان شاء الله باش ننافسوا على هذا البطولة. ارجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.